تحول الإفطار الجماعي في الأحياء والمدن الجزائرية إلى العنوان الأكبر للأيام الأخيرة من شهر رمضان. ففي هذه الأجواء جمعت بلدية الجزائر الوسطى في ساحة أودا أكثر من 1600 شخص على أكبر مائدة رمضان في العاصمة، عاكسة قيم التضامن والتكافل. 1600 وجبة اللي حنا نحطوا اليوم اللي ياكلوا معنا اليوم، ل 1600 وجبة اللي تلم العائلة الجزائرية اللي نعيش معها في سلام. وهذه هي طبعا رابعة شهر التضامن، وهذه هي ثقافة الجزائريين عامة. على طول الشارع اجتمع الصائمون حول موائد عامرة بملذ وطابع لتناول إفطارهم، فطور تجمع متطوعون لتحضيره وتقديمه برعاية شركات محلية، لكن بعض الحضور اشتكوا من التنظيم. داروا عفسه مليحه، ماشي كاينه حاجه واحده، هما نورمال يديروها للناس اللي منه ومنا. انا نشوف فيهم برك اللي لهنا غير اصحاب الباطيمات اللي راهم يسكنوا لهنا، هبطوا كاع لهنا سي طوطا في نورمال. دوك انت هذه مبادره، ما تقدرش تقول واحد ما تجيش ولا تجي ولا هذا يسكن هنا ولا ما يسكنش هنا. هذه صح الناس تعمم بكل كما نقولوا حنايا كاع الناس المبادره، ماشي لازم هذا شغل تخيروا هذا ما تخيروش. المبادرة في طبعتها الرابعة أخذت بعدا اجتماعيا وشهدت حضور وجوه فنية وثقافية، واختتمت بتنظيم حفل فني على شرف البراءة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. درجة قيمة نحيوها، لازم نحيوها، ويا حبذا لو كان تكون في كل مدن تاع الجزائر في الشارع هكذا في الهواء الطلق، هذا يدل على العيش معا في سلام. هذا هو المعنى المحض للعيش معا في سلام. رغم التحولات الاجتماعية التي عرفتها الأسرة الجزائرية والظروف الاقتصادية، إلا أن هذه الفعاليات التضامنية المنتشرة عبر ربع التراب الوطني تبعث برسالة التكافل والتآزر بين كل أطياف الشعب.